أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة في المنصة التربوية السورية التابعة لوزارة التربية مع طلبة الثالث الثانوي الأدبي في مادة الفلسفة. نتعرف على أسمائهم، تفضلي. أنا هدى الطحان. ريم المصري. فاطمة مرجان. آية فاضل. أهلا وسهلا فيكم طالباتي الأعزاء، معكم المدرسة سوزان إدريس. في منهاجنا المطور في الثالث الثانوي الأدبي لمادة الفلسفة يتألف الكتاب من 6 وحدات في الجزء الأول. الوحدة الأولى كانت بعنوان وحدة المعرفة، ثم انتقلنا إلى الوحدة الثانية وهي عن الأخلاق، ثم الوحدة الثالثة التي تتحدث عن الأخلاق والعلم، واليوم سننهي الوحدة الرابعة وهي بعنوان وحدة الفلسفة الحديثة. الدرس الأخير في الوحدة الرابعة هو درس المذهب المادي الجدلي. سنتعرف على هذا الدرس من عنوانه أعزائي الطلبة المذهب المادي الجدلي. سنبدأ هذا الدرس بقضية للمناقشة لحتى كي نتعرف على معنى المذهب المادي الجدلي. يقول هيجل وهو أحد أعلام الفلاسفة الحديثين، تبدأي فاطمة تقرأي لنا قضية المناقشة. يقول هيجل: الجدل هو مبدأ كل حركة وكل حياة وكل ما يتم عمله في العالم الواقع، بل إنه أيضا روح كل معرفة تكون حقا علمية. تمام. يقول هيجل، وهيجل هو أحد الفلاسفة الحديثين، يقول أن الجدل هو أساس كل الحياة. من هذه القضية ماذا فهمتم؟ ما معنى الجدل؟ تفضلي ريم. تأثر وتأثير وتأثر الظواهر ببعضها. ممتاز. أيضا هدى، هلا هو شيء دائم مستمر. تمام، هو الأمور الدائمة المستمرة. برافو عليكي. هو أساس كل حركة. هو أساس الحركة، وهذا ما يوضحه أيضا هيجل في كلامه. أيضا ترابط بين المعاني. تمام، هو الترابط بين المعاني. إذا يقول هيجل أن الجدل هو مبدأ كل حركة. إذا الجدل يعتمد على الأمور الجامدة الثابتة أم المتحركة؟ المتحركة. مثل شو ممكن تعطينا مثال يا هدى؟ مثل النهر، تجدد النهر. تمام، مثل تجدد أو عمر الإنسان. إذا بالنسبة لتجدد النهر، النهر دائم الجريان، فإذا توقف تحول عن صفة النهر وأصبح مستنقع. فإذا الجدل هو دوام التغير الدائم. أعطتنا رفيقتكم مثال عمر الإنسان. كيف ينتقل عمر الإنسان؟ يكون طفل، مراهق، شاب، عجوز، ثم تستمر هذه الحركة من جديد، ينجب طفل آخر، وتستمر هذه الدورة من البداية. فإذا الجدل يعتمد على الحركة أم الثبات؟ الحركة. إذا هي الفكرة اللي أنا بدي ركز عليها، أنه اليوم درسنا المذهب المادي الجدلي يعتمد على الحركة والدائمة التغير وليس الثبات، وهو أساس كل حياة. مثل لما أعطيتيني مثال عن النهر وأعطيتيني مثال عن عمر الإنسان، فهو روح المعرفة، وحينها نقول أن المعرفة علمية. العلم لا يقوم على الأشياء الثابتة فقط، بل على تغيرها ودوامها. من هذا الكلام ننتقل إلى التفريق بين الظاهرة، نوعان من الظاهرات، ظاهرة مادية وظاهرة مثالية روحية. مثال، راح أسألكم طالباتي الأعزاء، الطاولة نصنفها على أنها ظاهرة مادية أم مثالية روحية؟ مادية. طب شو معنى كلمة مادية هدى؟ إنه شيء ملموس، ملموسه أيضا، محسوسة، ندركها بالحواس. ممتاز. أعطيني أمثلة فاطمة. مثل أي شيء محسوس؟ مثلا ممكن نقول الشاشة اللي قدامنا، ممكن أعطينا أمثلة أيضا. آية، الأوراق، الأوراق، الشجرة، المقعد، السبورة، الطاولة، السبورة، هي كلها تظواهر ماذا نسميها يا فاطمة؟ محسوسة أو مادية. فإذا ما هي الظاهرة المادية؟ الظاهرة المادية كل شيء محسوس ندركه عن طريق الحواس. مادي نقول أنها تمتلك وجودا موضوعيا مستقل عن وعي الإنسان، مثل الأحجار، الطاولة، الميكروفون اللي قدامنا، الكرسي، هي مستقلة عني. طيب الآن في الغرفة، في الصف المقابل لنا أيضا يوجد كرسي ويوجد طاولة مستقلة عن وجودي، يعني سواء أنا ذهبت إلى الغرفة أم لم أذهب فهي موجودة، مستقلة عن وجودي فهي موجودة، سواء أنا ذهبت إلى الغرفة المقابلة أم لم أذهب فهي موجودة. في الحديقة المقابلة للمركز يوجد أشجار ويوجد أوراق، هل هي مادية أيضا يا فاطمة؟ نعم. فإذا بما أنها مادية فهي مستقلة عن وجودي، سواء ذهبت إلى الحديقة أم لم أذهب فهي مستقلة وموجودة وجود مستقل عن الإنسان. وكيف نتعرف عليها؟ من خلال الحواس. طيب كيف نعرفها؟ عن طريق الحواس. ماذا نفعل بها؟ نقيس
وزنها حركتها طولها تعرف لونها ممتاز كلها ممكن أنا أتذوقها مثل الأطعمة فهي أيضا إذا جميعها نعرفها عن طريق الحواس. الآن ما هي الظاهرات المثالية الروحية؟ كل منكم الآن لديها مشاعر وأحاسيس وما بعرف شو عم تفكر. طب هي الأفكار هل يمكن لمسها؟ لا لا. هل يمكن معرفة طولها، وزنها، حجمها، لونها، صورتها؟ لا. فهي إذن ماذا نسمي الظاهرات التي لا نراها بالحواس، لا ندركها عن طريق الحواس، بل نعرفها معرفة عقلية نسميها ظواهر؟ الظواهر المثالية الروحية. مثالية روحية. طيب إذا أعطيتكم برفع اليد مين بتقلي شو معنى ظاهرة مثالية روحية من خلال الكلام اللي حكينا؟ تفضلي هدى. هي التي توجد في وعينا كالأفكار. تمام. أيضا هدى الأحاسيس والمشاعر. أحاسيس ومشاعر. هل من إضافة فاطمة أو آية؟ لا يمكن أن نقيسها أو نلمسها مثل العواطف. ممتاز. لا توجد في الواقع المحسوس. تمام. إنما أين توجد؟ في العقل. في العقل. ممتاز. إذا شو الفرق بين إذا إجاكم سؤال بالامتحان وازن بين الظاهرات المادية والظاهرات الروحية المثالية؟ نعم اختصر لي الظاهرات المادية. المادية ندركها بالحواس، أما الظاهرات المثالية الروحية لا يمكن أن ندركها بالحواس. ممتاز. يعني موجودة بعقلنا. تمام. إذا هذا عملناه مثل جدول للموازنة. إذا إجانا سؤال بالامتحان وازن بين الظاهرة المثالية والظاهرة الروحية، الظاهرة المثالية الروحية والظاهرة المادية. المادية موجودة وجود موضوعي، يعني موجودة في الواقع مستقلة عن تفكير الإنسان، سواء ذهبت إلى الحديقة ورأيت الشجرة أم لم أراها فهي موجودة، ونستطيع أن نقيسها، نرى لونها، نشم رائحتها كالوردة، ممكن أن نتذوقها كالأطعمة. أما المثالية الروحية توجد فقط في عقلنا، لا نستطيع لمسها، لا ندركها بالحواس، بل هي عقلية ليست محسوسة ولا توجد إلا في وعي أو عقل الإنسان كالأفكار، كالمشاعر، كالأحاسيس، كالإدراكات التي توجد في عقلنا. سؤال: انقسم الفلاسفة حول هذه الظاهرات، منهم من قال أن المادة أهم من الفكر، ومنهم من قال أن الفكر أهم من المادة. برأيكم ماذا نسمي الفيلسوف الذي يقول أن الظاهرات المادية أو المادة أهم من الفكر؟ فاطمة نسميه فيلسوف مادي أم مثالي؟ مثالي. الذي يقول أن المادة مادي. إذا الذي يقول أن المادة هي الأساس ماذا نسميه؟ مادي. فيلسوف مادي. اختصري لي يا ريم، إذا بتعرف لك من هو الفيلسوف المادي؟ هو الذي يقول بأسبقية من على من؟ أسبقية الظواهر المادية على الظواهر المثالية الروحية. أيوة. إذا أولوية المادة على الفكر. طيب هدى بالمقابل الذي يقول بأسبقية الفكر على المادة ماذا نسميه؟ هو بأنه روحية المثالية. إذا نسميه الفيلسوف الروحي المثالي. روحي وفضل عن المادة. تمام. الآن هذا الكلام اللي حكيناه انه في عندنا اتجاهين، اتجاه مادي واتجاه مثالي روحي. اتجاه المادي الاولويه لمن؟ للماده، المادي الماده. اما الفيلسوف او الاتجاه المثالي يعطي الاولويه لمن؟ للوعي او للفكر. الان نقول ان هناك منهجان، هل يستطيع الفيلسوف ان يدرس اي ظاهره بدون منهج محدد؟ لا أكيد لا. له منهج، فإما أن يتبع منهج مادي أو جدلي أو ميتافيزيقي، هناك كثير من المناهج. السؤال الآن، لماذا يتبع الفلاسفة مناهج من أجل دراسة الظاهرة دراسة علمية؟ طيب هناك منهجان، منهج جدلي ومنهج ميتافيزيقي. المنهج الجدلي، تذكروا قبل شوي سألتكم ما معنى الجدل؟ قلتوا لي هو الحرائق والتغير، كل شيء متغير. ممتاز. طيب المنهج الجدلي، إذا بدنا من خلال كلامكم لتعريف الجدل، ماذا يمكن أن نعرف المنهج الجدلي؟ برفع اليد. المنهج الجدلي هو الذي يدرس الظواهر في سكونها وثباتها أو في حركتها وتغيرها. فاطمة، هو الذي يدرس الواقع في سيرورته الدائمة. ممتاز. إذا سألنا حدا من الطلاب اللي عم يشوفونا هلا، ما معنى السيرورة؟ هو التغير دائم. ممتاز. هو التغير دائم الذي لا يتوقف. أعطوني مثال على شيء بيتغير بشكل دائم ولا يتوقف. هدى، عمر الإنسان. عمر الإنسان. علاقة الليل والنهار. تمام. لحظة بس حتى نشوف شو معنى مثالة. لما قالت لي عمر الإنسان، كان الإنسان طفل، لم تصور أنه يبقى طفل، طفل ثم مراهق ثم شاب ثم عجوز، يموت يبدأ طفل جديد وهكذا حتى تستمر دورة عمر الإنسان وحياته. مثال الآخر اللي أعطتنا يا ما هو؟
قلتي لي تعاقب الليل والنهار. تعاقب الليل والنهار. تمام. اذا الليل ثم النهار ثم الليل ثم النهار. اذا وقفنا ضمانة طول الوقت ليل، هل تستمر الحياة؟ لا. اكيد لا. فاذا برافو عليكم، قلتوا لي انه المنهج الجدلي يدرس الظواهر في غي صيرورة دائمة. ما معنى الصيرورة؟ التغير الدائم الذي لا ينتهي. انتوا الفكرة المهمة انه الجدل يتعلق بالامور المتغيرة وليس ثابتة. اما المنهج الميتافيزيقي، ريم تعرفين شو معنى ميتافيزيقا؟ مرت معانا نحن بالدرس الثاني بالكتاب ضمن درس مبحث المعرفة، هو ما وراء الطبيعة، علم ما وراء الطبيعة. ممتاز. شو الفرق بين المنهج الجدلي والمنهج الميتافيزيقي؟ إذا قلتوا لي الكلمة الأساسية عند المنهج الجدلي أنه يدرس الظواهر في صيرورتها تغيرها، فالمنهج الميتافيزيقي بالعكس يدرس الظواهر كيف؟ ثابتة في ثباتها. ممتاز. إذا هدي المنهج الجدلي التغير، أما المنهج الميتافيزيقي الثبات، ينظر إليها على أنها ثابتة ساكنة جامدة لا تتغير. فيكم تذكروا لي مقولات فلسفية تحكي عن المنهج الميتافيزيقي بالنسبة لهم هي فكرة ثابتة لا يمكن تغيرها؟ نعم، المحرك الأول عند لا أرسطو. أي فيلسوف؟ أرسطو. بالنسبة لأرسطو قديما قال أن المحرك الأول هو أساس الوجود وهي المقولة الثابتة، ما عنده أي فكرة عن تغير هي المقولة، فهي كانت ثابتة. مقولة أخرى لفيلسوف آخر؟ عالم المثل عند أفلاطون. عند أفلاطون بالنسبة له عالم المثل هو نظرية ثابتة في المعرفة لم يقبل أن تتغير أو يأخذ بفكرة مخالفة لها. هي الأفكار شو بنسميها؟ ميتافيزيقية، لا يمكن التأكد منها عن طريق الحواس أو يمكن أن تتبدل، فهي ثابتة وجامدة. ممكن يجيكم سؤال بالامتحان وازن بين المنهج الجدلي والمنهج الميتافيزيقي بكلمة واحدة. المنهج الجدلي يدرس الظواهر، أما الميتافيزيقا في ثباتها وجمودها. ممتاز. الآن نعود، شوفوا لي هاي الصورة. هاي الصورة بتتحدث عن الليل والنهار. هل يمكن أن يبقى اليوم فقط ليل؟ كيف تتنمو الأنشجار؟ كيف بدنا نفيق ونجي على مدرستنا ونداوم؟ طب صوروا لو أنه نهار بس طول الوقت نشاط، طب إيه بدنا ننام ونرتاح؟ فإذا دائما هذا عبارة عن تغير دائم. فإذا الجدلية تنظر إلى ترابط الأشياء، إلى تفاعلها وتأثيرها ببعضها البعض. فإذا هذا مثل إعادة أو تلخيص لكل الأفكار اللي بدينا فيها الدرس. إذا سألونا ما معنى المادية الجدلية؟ نحن قلنا الجدلية ما معناها؟ تغيرات، صيرورة. طب والمادية ظواهر المادية. فنحن بدنا نحكي عن ظواهر المادية في تغيرها. فأنا جمعت بين قسمين من الدرس، كنا عم نحكي عن الجدل اللي هو التغير وعن المادة اللي هي الأشياء المحسوسة. جمعناها، شو صار عندنا؟ مركب فلسفي. المادية الجدلية هو عنوان درسنا لليوم. طيب إذا جانا سؤال من الامتحان، عرف أو وضح مصطلح المادية الجدلية. هو مركب فلسفي. سؤال: الأشياء التي تتغير ماديا فقط في الطبيعة مثل الليل والنهار ومثل الماء كان سائل ثم متجمد ثم بخار، هل في الطبيعة فقط؟ لا، إنما لا. أيضا في الظواهر، في المجتمع الإنساني وفي الفكر الإنساني. هاي بدنا نركز عليها، إنه التغيرات ليست فقط في الطبيعة، مو بس ليل ونهار والفصول الأربعة، إنما أيضا في تفكير الإنسان. هل تفكيرك أنت وطفلة نفس تفكيرك وأنت مراهقة نفس تفكيرك وأنت هلا ولما تصير بعمري؟ كل مرحلة إلى تغير تفكير، كل ما نضجنا كل ما صار عندنا أفكار أكثر. طيب صح. طب بالنسبة للمجتمع، هل المجتمعات بتضل على نفس تتطور؟ طيب المجتمع كان مثلا متخلف، عادات وتقاليد بالية، المجتمع الآن صار علمي، صار فيه تغيرات، وممكن انه المستقبل كمان يجي فيه تغيرات كثيرة. طيب مين ترجع بتعيد لي ما هو تعريف المادية الجدلية؟ تفضلي. هو مركبا فلسفيا يشمل الظواهر الطبيعية والفكر الإنساني والمجتمع في قالب واحد واللي هو المادي الجدلي. ننتقل الآن. سؤال: صورة الماء، إذا قلت لك وصفي لي الماء، وصفي فاطمة، شو صفات الماء؟ لا رائحة ولا لون ولا طعم. إذا السائل شفاف، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. أنت هلأ عم توصفي لي الكمية أم الكيفية؟ عم تعطيني
كمية الماء ولا وصف كيفي للماء؟ وصف كيفي وصف للماء كيفي. طيب إذا سألتكم شو الفرق بين كلمتين كيفي وكمي؟ مين بتعرف تجاوب لي شو معنى؟ بما أنه فاطمة شرحت لي وصف الكيفي، مين تعطيني شو معنى كلمة كيفية؟ هلا انت هي شيء داخلي جواتنا ما بنقدر لا نزينه ولا نشوف طوله. مو انه ما بنقدر، انت لما مجرد تعطيني صفاته الخارجيه انت هذا بيكون وصف كيفي، بس مثل ما قلتي بدون ما تعطيني ارقام. الكميه هي صفات الشيء التي بنقدر نقيسها مثل النهر. تمام، اذا فيك تقيسيها. بالنسبه للماء كيفيته شو قالت لي؟ سائل شفاف، لا لون لا لغو ولا طعم ولا رائحه. هذه الكيفيه صفات الخارجيه. هل اعطيتوني ارقام تحديدات كميا؟ لا. قصتوا لي وزنه؟ لا. كميته؟ لا. اكيد لا. لكن لما قلكم ناخذه معنا على المخبر ونحلل الماء رح يطلع عندي كم ذره؟ ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. اعطيتوني رقم ذرتان ذرة، هي أرقام. هذا وصف كيفي ولا كمي؟ كمي. ممتاز. فهلأ ممكن يجينا سؤال، شو معنى الكيفية والكمية؟ الكمية تركز على الأرقام، أما الكيفية على الوصف الخارجي. الدرس اليوم عم يحكي عن المادية الجدلية، اللي حكينا أنه هي التغيرات في الظواهر المادية، تغير دائم وصيرورة دائمة لا تتوقف. هناك عدة قوانين أو مقولات تتحكم بهذه المادية الجدلية. أول مقولة ماذا نسميها؟ تؤدي التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. طيب هلأ شفتوا هي كانت أنينة مي، تعالوا نقسمها لكاستين، نحطهم بكاستين تمام متساويتين. هل تغيرت صفات الماء؟ أنا غيرت الكمية كانت أنينة، هلأ شو صاروا؟ كاستين. تمام، تغير الكم، ولكن هل صفات الماء تغيرت؟ لا. طيب اذا هذا التغير الكمي ما ادى لتغير كيفي، ظل نفسه. طيب نرجع هاي كاسه المي نقسمها على كاستين، والنص كاسه بربع كاسه والربع لنصين، ونضل نجزئ نجزئ نجزئ. هل تغيرت صفات الماء؟ لا. اذا عم تتغير الكميه ولكن الكيفيه عم تتغير؟ لا كما هي. طيب اذا رحنا وصلنا مخبر وحللنا وصلنا لنقطة الماء، حللناها للجزئيات، صار عندي أكسجين وهيدروجين، ضليت أقسم الماء وما تغيرت كيفيته. وصلت لآخر لحظة أنه صار عندي هيدروجين وأكسجين. نحن بنعرف أنه الأكسجين شو بيعمل؟ بيشغل النار، والهيدروجين بتطفيها. كأنه هدول عنصرين شو بهون؟ متناقضين. إذا تصوروا الماء اللي عم نشربه يحتوي على عنصران متناقضان اللي هن الاكسجين والهيدروجين. واحد بيشعل اللهب والثاني بيطفي. اذا اللي بيشعل اللهب واللي بيطفي هل هما ماء؟ لا. فاذا انا لما درجت كثير بتغيرات الكميه للماء، هل تغيرت معي الكيفيه وصفات الكيفيه ام لا؟ تغيرت. اذا بالبدايه هل تغيرت؟ لا. ولكن لما بنصير بتقدم كبير تغيرت الكيفيه. هل يوجد امثله اخرى غير الماء؟ انه انا لما بغير كميته بالبدايه ما في تغير كيفي، ولكن اذا زدنا التغير الكمي لابعد حد شو بصير بالكيفي؟ بيتغير. اعطوني مثال غير العلوم الطبيعيه، يعني غير الفيزياء والكيمياء والمياه، عنصر من المجتمع، انه انا اذا تغيرت كميته بده تتغير كيفيته، كيف يأثر تغير الكمي على التغير الكيفي؟ مين بتقرا لنا اياه المثال؟ تفضلي. انه زيادات بعدد السكان، التغيرات الكميه تؤدي الى تغيرات اجتماعيه. تمام، وكيفيه كيف يعني؟ هلا عدد السكان، فلنفترض انه عندنا عدد سكان مليون نسمه، تمام؟ هذا شو بنسميه، كمي ولا كيفي؟ كمي. عندنا 100 مليون شخص، هذا تغير كمي. اذا صار عندنا 10 ملايين ببقعه صغيره ممكن يتغير كيفيتها ولا لا؟ مثلا صار في عندنا بطاله، صار عندنا فقر، صار عندنا جهل، صار عندنا تخلف، صار عندنا، او بالعكس صار عندنا تطور، صار عندنا قوه، صار عندنا جيش، صار عندنا علم. فاذا ممكن يكون تغير الكمي عم يؤدي ل تغير كيفي، ليس فقط في ظواهر الطبيعه انما ايضا في الظواهر الاجتماعيه. فاذا انا بدنا ننتقل انه تؤدي تغيرات الكميه الى تغيرات كيفيه، سواء كانت في الظواهر الماديه او في الظواهر الاجتماعيه. الاجتماعية.
احنا هذا تطبيق للتعريف اللي قلناه قبل شوي بتعريف الماديه الجدليه. لما قلنا شو هي الماديه الجدليه؟ انه هي مركبه يشمل ظواهر الطبيعه والظواهر الاجتماعيه. واضح؟ هل في سؤال على معنى التغيرات الكميه كيف تؤدي الى تغيرات كيفيه؟ طيب الان هناك مقوله اخرى. هلا شو شايفين هون؟ نهر دائم الجريان، الفصول الأربعة. هل يتوقف النهر عن الجريان؟ لا. من صفاته انه نهر انه متغير، بتوقف شو بصير؟ متوقف. طيب الفصول الأربعة دائمة التغير. هون بنوصل للمقولة الثانية او القانون الثاني من قوانين الجدلية، ما هو؟ كل شيء يتحول. طيب ممكن انتم بس تحاولوا تفهموا لي شو يعني كل شيء يتحول مع ذكر مثال، كل طالبتين لحال حاولوا فسروا لي هذا القانون مع ذكر مثال، ما معنى كل شيء يتحول؟ سجلوا عندكم كل طالبتين مع بعض لمدة دقيقتين فقط مع ذكر مثال. ممكن تستعينوا بالصور اللي كنا حاطينها. يلا انتهينا. يلا طالباتي نرجع منقول انه كل شيء يتحول هو القانون الثاني من قوانين المادية الجدلية، باعتبار انه الجدلية شو قلنا هي؟ تغير. شو الفكرة اللي فسرتوها ريم؟ انه لا يوجد شيء ثابت مثل عمر الانسان، مثل عمر الانسان، انه كل شيء تغير بتغير بتطور. ممتاز. اذا الفكرة الرئيسية اللي قالت ريم انه كل شيء يتحول. تفضل. كل شيء في حركة وتغيير مثل النهر وعمر الإنسان. ممتاز. طبعا. الآن كلامكم صح، كل شيء يتغير، لا يوجد شيء ثابت. فإذا ننظر إلى، نرجع منقول مثل تعريف المادية الجدلية، أنه نحن ما عم نحكي بس عن الطبيعة نفس هي الصور، إنما أيضا عن الظواهر الاجتماعية، أنها في ليست في حالة هدوء وثبات، إنما في حالة تغير. فإذا لا ننظر إليها على أنها هادئة ثابتة راكدة كما هي، بل هي في حالة من التحرك والتغير، وهي في ظواهر شو على الصفة الأساسية مترابطة. يعني هل هناك علاقة للفصول الأربعة ببعض؟ أكيد. طيب الآن ننتقل إلى هاي الصورة. نحن عم نحكي بالنسبة لشجرة تفاح. طبعا هي شجيرة، لما زرعناها كيف صارت شجرة تفاح؟ كانت من الأصل زرعناها كبرت قبل ما تصير شجرة، شو صارت؟ صارت إلى ساق، اللي هي ساق، بعدين صارت تفرعات، جذوع، صار إلى أوراق، وبعدين ثمرة التفاح. طيب استوت ثمرة التفاح، ترجع تسقط على الأرض، بيطلع منها بذرة، برجع هي البذرة شو بعمل؟ عملية متطورة، برجع بزرعها، ترجع بتصير شجرة، وهكذا. فهل هذه العملية لها نهاية؟ لا لا. بدأ سؤال، بداية شجرة التفاح هي عبارة عن شو؟ بذرة. وشو نقيض البذرة؟ شجرة. شجرة. قبل ما تصير شجرة في فرق فترة بين بذرة لصارت شجرة، شو هي؟ ساق. ساق. تمام؟ نبتة. إذا بذرة شو عكسها أو نقيضة؟ خلينا نقول نبتة، المركب منهما شجرة. شجرة. تمام؟ هذا القانون شو بنسميه بالمادية الجدلية؟ بنسميه قانون نفي النفي. نفي النفي. قانون نفي النفي شو بيقول؟ إذا قلنا مثلا حدا يعرف لنا ما هو قانون نفي النفي، فاطمة؟ يقول أن كل ظاهرة، هو كل ظاهرة طبيعية أو اجتماعية أو إنسانية لها بداية وفيما بعد تتطور، بعد تتطور وتنمو وتمر بفترة ازدهار وبعد ذلك تهرم. تمام. إذا شو قلتوا لي؟ نحن عم ناخذ هلا مثال عن ظاهرة طبيعية اللي هي شجرة التفاح. عم نقول إنه هي كانت بذرة، تطورت صارت نبتة، تطورت أكثر أعطتني شجرة. طيب لما صارت شجرة وكبرت والتفاح استوت، هل بدها تضل بقمة شبابها؟ لا لا. ونضجها شو بدها يصير فيها؟ ترجع أول ما نقول أي ظاهرة بالعالم نضجت لحد الاكتمال شو بيصير فيها؟ ترجع بتهرب وبتدهور. طيب رجعت أخذنا منها بذرة ورجعنا زرعناها ورجعت من أول وجديد. فإذا شو هي العملية بنسميها؟ نفي النفي. ما معنى نفي النفي؟ أي الظواهر الجديدة اللي هي الشجرة نفت الظاهرة القديمة اللي هي البذرة.
طيب والبذرة مع الوقت صارت شجرة، ثم الشجرة أعطتني الثمرة. فإذا الظواهر شو يعني نفي النفي؟ الظواهر الجديدة تنفي الظواهر القديمة. شو بتعطينا؟ ظاهرة جديدة أخرى. فإذا جوهر النفي أنه دائم أم لفترة وبيتوقف؟ دائم التغير. فإذا الظاهرة القديمة تتوقف، يحل بدالة ظاهرة جديدة تنمو، ثم يأتي ظاهرة جديدة أخرى. أنا أعطيتكم مثال عن شجر التفاح، هل هناك أمثلة اجتماعية؟ مثال، رح أعطيكم مثال الصراعات الطبقية. نحن نسمع بمجتمعات، في عنا مجتمع عبودي، مجتمع إقطاعي، مجتمع رأسمالي مثلا برجوازي. نأخذ مثال عن المجتمع العبودي، كان الصراع بين مين ومين؟ بين العبد والعبد والسيد. طيب هذا النفي انه هذا المجتمع بسبب الصراع اللي صار بيناتهم ادى الى ظهور مجتمع جديد بداله. مين هو المجتمع؟ الاقطاعي. بسبب الصراع ادى الى ظهور مجتمع جديد. مثال اخر عن ظواهر اجتماعيه بالنسبه لنفي النفي، ما المقصود بنفي النفي؟ المثال كل ظاهرة جديدة تنفي القديمة. مجتمعات مثلا تسمعوا كنا بالتاريخ بالروم والفرس، الدولة العثمانية، طب وينها؟ أين هي؟ وصلت. نحن كنا نسمع عن الدولة العثمانية وصلت لأن احتلت 7 أقاليم واحتلت الوطن العربي لمدة طويلة جدا جدا. أين هو الآن؟ انتهى. عندما وصل لأعلى درجات القمة بالازدهار تم تدهوره، انهار الدولة العثمانية، ثم بدأت ظاهرة جديدة، دولة جديدة واللي هي تركيا. وعندنا فلاسفة منهم مثلا ابن خلدون قال ممكن يجي علي الدور أيضا تنهار ويأتي دولة جديدة بدلا عنها. طيب هذا القانون يؤدي إلى قانون تابع له تماما، بيكمل الشرح اللي أنا عم قوله. وقلت لما عم بقول لكم إنه شو العلاقة بين السيد والعبد؟ اسمها علاقة صراع. طيب إذا هذا القانون بيوصلني للقانون الرابع والأخير اللي هو قانون وحدة وصراع الأضداد. طيب اللي بدنا نقوله هلا كنا عم نقول لحتى تتطور البذرة نقيضة شو قلتوا لي؟ نبتة. أعطوني مركب جديد اللي هو شجرة. شجرة. الحياة والموت. تمام. هدول شو عم يصير فيه بيننا؟ صراع. لانهما على نفس الوتيره والسويه ام متناقضين؟ متناقضين. متناقضين. فاذا شو عم يصير بين هدول المتناقضين؟ صراع. هذا الصراع عم يبقى صراع، عم يعطينا انهيار، ولا عم يعطينا شيء جديد؟ لا، عم يعطينا اشكال مختلفه تمام وجديده. فاذا هذا التجدد هو اساس المادية الجدلية. فإذا مصدر التطور هو وجود مو أشياء على نفس السوية، إنما أضداد. شو يعني أضداد؟ متناقضات. تمام. مثل الحياة والموت، مثل الطفل والشاب، مثل السيد والعبد. إذا هذول المتناقضين شو عم يصير بيناتهم؟ صراع. العامل الأساسي الذي يحدث أنه كل شيء يحتوي على تناقضات داخلية. الحياة حاملة جواتها الموت. يعني أي إنسان عايش يوم من الأيام رح يموت. يعني جوا حياته بحياته هو حامل النقيض اللي هو الموت. لهيك بنقول كل ظاهرة تحمل في داخلها بذور فنائها، يعني يوم من الأيام بدها تنتهي. شجرة قد ما كانت كبيرة ومعمرة يوم من الأيام تنتهي بس بتموت. فإذا كل شيئين شبهون متناقضين، يوم من الأيام رح يؤدي هذا الصراع إلى ظهور ظاهرة جديدة. فإذا هي التناقضات أين توجد؟ في العلوم الطبيعية والفيزيائية. والضدان هما شرطان لبقاء كل منهما الآخر. شو أعطينا مثال على الظواهر الطبيعية؟ المثال النواة. في عنا الكترونات، في عنا نواة موجبة، وعنا الكترون سالب. لما بيصير هذا التضاد بيناتهم متناقضين شغل الكهرباء. تمام. طيب لما يصير صراع بين السيد والعبد ادى الى انهيار هذا المجتمع وظهور مجتمع جديد هو المجتمع الاقطاعي. رجعنا المجتمع الاقطاعي، في عنا مثل هاي الصوره انه في صراع بين مين ومين؟ بين الفلاحين والرجال الاقطاعيين الملاكين للاراضي. هذا الصراع ادى لنشوء مجتمع جديد اللي هو المجتمع البرجوازي. رجعنا كمان بالمجتمع البرجوازي، صراع بين مين ومين؟ بين العمال ومالكي المعامل. أدى للصراع، أدى إلى نشوء المجتمع الاشتراكي. إذن هل هذا الصراع ينتهي؟ لا. إذن شو فائدة هذا الصراع بين الأضداد؟ إنه هو بيخلي يتطور العلم. ممتاز. تطور مو بس العلم، تطور كل الظواهر. تمام. يعني ما كنا وصلنا لهذا العصر ولهي الاكتشافات لو كنا على نفس الوتيرة.
أدى إلى تطور الأفكار، تطور المجتمعات. نأخذ مثال بسيط. هلا أنت ورفيق، هلا لما قلت لكم قبل شوي اتناقشوا كل تنتين بفكرة، سؤال، هل أفكاركم كانت هي نفسها؟ لا. أنت عندك لا. فكرة مختلفة عن فكرته، وأنت كمان أنت ورفيقتك عندكم أفكار مختلفة، أنت الأفكار متناقضة. لما نتناقش، أنا لما سمعت رأي رفيقتي مختلف عن رأيي أعطاني إنه أنا صرت أنتبه، فأنا بعد شوي شو عطينا؟ فكرة جديدة. أنا سمعت فكرتكم، سمعت فكرتهم، آخر شيء طلعنا بفكرة جديدة. لولا هذا التناقض وهذا الصراع بين أفكارنا المختلفة كنا وصلنا لهذا التطور العلمي؟ كنا وصلنا لتطور المجتمعات المختلف؟ لا. أكيد لا. تمام؟ فإذا الضدان هما شرطان لبقاء كل منهما الآخر. يعني لولا الحياة ما في موت، ولولا الموت ما في حياة. الليل ونهار، يعني لولا انه في ليل وعكسه النهار وبعدين نهار وعكسه ليل، كان استمرت الحياه؟ لا. وهكذا بالنسبه ل... فاذا لا يوجد احدهما بدون الاخر. اعطيتكم انا مثال اذا قبل شوي عن الليل والنهار والفصول الاربعه والموت والحياه، هي ظواهر طبيعيه. الان اعطيتكم مثال عن ظاهره اجتماعيه اللي هو الصراع بين القطاعيين والفلاحين، بين السيد والعبد، الحياة والموت. هاي كلها ظواهر تؤدي إلى الصراع يؤدي إلى تطور. تمام؟ طيب إذا بدنا نرجع نشمل كل القوانين، كان عندنا أول قانون إنه كل شيء يتحول. طب هذا ما عم يركز على هذا الشيء؟ إنه كل شيء عم يتحول؟ يعني الصراع الأضداد مو إنه أدى للتحول؟ طيب الثاني الكمي، معنى التغير الكمي يؤدي بعد التجزئة التدريجية إلى تكون تغير كيفي. طيب الكمية، إنه كمية العبيد كثيرة أدى يوم من الأيام إلى إنه العبيد هن اللي صاروا أسياد بعد هذا الصراع. طيب أدى للصراع، مو موجود ضمن هذا القانون. طب الثالث نفي، نفي النفي. طيب نفي النفي شو يعني؟ متناقضين لما بيتصارعوا بيؤدي إلى ظهور ظاهرة جديدة. طيب هذا ما بيحتوي عليه. فالفكرة اللي بدي أوصل لها، هل هي القوانين الأربعة منفصلة عن بعضها؟ لا، مترابطة، متداخلة، أعطتني أفكار جديدة. طيب بعد الانتقال من القوانين المادية الجذرية، هل من سؤال عليهم؟ لا. طيب شوفوا لي الصورة اللي موجودة الآن على الشاشة. العمل شرف وقيمة، شفتوا العمال، في منهم مهندسين، في منهم عمال، في منهم مخططين، في عنا العمل بالنظام الحديث. سؤال، هل العمل له أهمية بحياتنا؟ أكيد. تخيلوا مجتمع بدون عمل، ما بصير. هلا انتوا شو عملكم انتوا؟ دراسة. اذا انتوا عم تتبعوا عمل الان، انه انتوا صح ما عم تشتغلوا عمل يدوي، انما عم تدرسوا. طب اذا سألنا حدا انه شو معنى العمل؟ ما معنى العمل؟ إنه هو يحقق حاجاتنا الأساسية. مو أهميته، شو معنى العمل؟ محركة. هو إنجاز. هو طاقة ولا بسهولة؟ لا طاقة. هل من عمل يأتي بسهولة؟ إنما يحتاج لطاقة ومجهود. طيب هلا كل تنتين لمدة دقيقتين تعطيني برأيي ما هي أهمية العمل. هلا كل طالبتين يشتركوا مع بعض يكتبوا لي أهمية العمل بالنسبة لهم. شو ممكن يوفر لنا بحياتنا بمجتمعاتنا؟ طيب انتهينا؟ لا انتهينا. آية الآن نسمع لهدى، ما رأيك بأهمية العمل بحياتنا؟ يحقق حاجاتنا الأساسية والرفاهية. تمام. إذن يحقق الحاجات الأساسية والمطالب الأساسية ويحقق الرفاهية، يعني بينقله من مجال البساطة، العبودية، التخلف إلى مجال الرفاهية. أيضا آية، ويعطي الإنسان قيمته. يعطي الإنسان قيمته. هلأ أنتم بتنظروا إنسان ما عم يشتغل، دائما عايش على مساعدة حدا، على متطلبات من شخص آخر، كيف الناس بيكونوا بينظروا لإله؟ نظرة سلبية، وإنه هو إنسان اعتمادي، اعتمادي، دائما بيعتمد على الآخرين. فاطمة، يعطي الإنسان إنسانيته. تمام، يحقق لإنسان إنسانيته. ما الفرق بين الإنسان وبقية الكائنات؟ العمل، إنه دائما متجدد. يعني مثلا بتقولوا لي أي نمل مثلا يعمل طول الشتاء، طول الصيف من أجل الشتاء. عمل واحد وغريزي،
أما الإنسان كم شغلة بيشتغل باليوم؟ كثير. طيب إذن إذا نختصر، ما هي قيمة العمل؟ أهمية العمل؟ عم نحكي عن فيلسوف مين هو؟ كارل ماركس، بيتحدث عن إنه العمل هو الذي استطاع أن يحرر الإنسان من كل سلطة تقوم باستعباده. أهم سلطة ممكن تسيطر على الإنسان هي سلطة المال، أنه من معه المال هو الذي يضطهد الآخرين، أنه أنا أعمل فقط من أجل المال. المال، العمل هو اللي بيعطيني أهميتي، قيمتي، مكانتي بين الناس. وأنت بتختار العمل اللي بيناسبك، أنت ممكن تختار عمل فعلا يرقي منك ومن مستوى حياتك ويكون فعلا فيه إنجاز وفائدة للمجتمع، وأنت اللي فيك تشتغل عمل يؤدي إلى انهيار المجتمع. بدون العمل الإنسان بماذا يصاب؟ بحالة نفسية اجتماعية، شو بنسميها؟ اغتراب. الإنسان هون بدون العمل يغترب عن ماهيته. شنو ماهيته؟ صفاته الأساسية. شو أهم صفة عند الإنسان؟ ماهيته إنه إنسان عاقل، يعمل، يفكر. فالعمل هو اللي بيعبر عن إنه إنسان عاقل ومفكر. السعادة والحب والرفاه هي مثل كان الإنسان من القديم، الإنسان اللي كان عايش بالنظام الرأسمالي ما عنده رفاهية. كان العامل طول الوقت يشتغل من الصباح للمساء مقابل أجر قليل جدا جدا، ما كان يحس بشيء اسمه رفاهية ولا بالحب ولا بالسعادة، بس بالظلم، الاضطهاد. لذلك يكف الإنسان عن أنه يفكر أنه هي مثل عليا، كان الإنسان ما يشعر فيها. قال أنت من خلال العمل ممكن أنك توصل للسعادة وللحب ولتحقيق حاجاتك. الإنسان يستطيع بواسطة العمل الخلاق، شو قصدي بالعمل الخلاق؟ المنتج، أن يصل إلى أن يكون مجتمع سليم، أن يكون عمله بناء، وأن الإنسان فقط هو الذي يحمل القيم، قيمة الأمانة، قيمة الوفاء، قيمة الصدق. كيف بدي أشتغل وأنا لا أحب عملي؟ إذا ما عندي قيمة، إذا أنا ما بحب العمل اللي بحب العمل الذي أقوم به، إذا ماني بتبع الصدق، في عنا قيمة الصدق بالعمل لحتى يكون العمل جيد. أيضا يمكن العمل من تحقيق إمكانياته العقلية والعاطفية والتواصل مع الآخرين. شو يعني إمكانياته العقلية؟ أنت عندك قدرات من خلال عملك أنت ممكن تبدعي فيه، تمام؟ العاطفية، العمل أنا ما عم بشتغل لحالي، أنا مع مجموعة، فهذا شو بيكون فيه؟ تعاون. لهيك العمل يحقق ماذا؟ إنسانية الإنسان. هي الفكرة اللي قالت رفيقتكم، أنا لما بتعاون مع رفقاتي بقسم العمل بيني وبينهم، بيكون فيه مساعدة، هذا يعطي العمل أهمية أكبر. تمام. إذا هذا التعاون والتفاهم هو الذي أدى إلى اهتمام ماركس بالعمل. وهون نحن بنكون اهتمينا بفلسفة ماركس وهيكل، واللي هي تتحدث عن المادية الجدلية. وهون بنكون انتهينا من الدرس. هل من سؤال عن درسنا المادية الجدلية؟ لا. بشكر حضوركم أعزائي الطلبة، وبشكر وصولكم معنا بالمنصة التربوية السورية، ونشكر وزارة التربية التي أتاحت لنا الفرصة لشرح درس الفلسفة لطالبات وطلاب الثالث ثانوي الأدبي، وشكرا لكم.